لي أرجوك. دكتور بيتحرك. فعلا يوسف، يوسف رد عليا. يوسف أنا جنبك ومش هسيبك أبدا يا يوسف. عايز الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عايز عايز إيه يا يوسف؟ عايز إيه يا يوسف؟ قولي عايز إيه وأنا أجيبهولك. عايز كريم. كريم مين؟ مش عارفة يا دكتور. عايز كريم. يوسف ده أغمى عليه يا دكتور. لا لا ده رجع نايم. تعالى كده اطمنا جدا. الحمد لله. متأكد يا دكتور؟ طبيعي جدا ان هو ينام ويفوق وينام ويفوق في المرحلة دي. احنا كده اطمنا جدا، عدينا مرحلة الخطر. ألف حمد وشكر ليك يا رب. بس لازم نعرف مين كريم اللي هو عايزه ده. أنا متهيألي هو مرة اداني كتاب كان مكتوب عليه كريم. أكيد هو. كتاب إيه؟ أنا متأكدة إن هو. أنا بس عايزة الموبايل. فين الموبايل؟ موبايل أستاذ يوسف؟ أيوه إحنا هنا جبناه هنا. طب ممكن تديهولي؟ السلام عليكم يا صحفي يا كبير. مين معايا يا فندم؟ فرح العمده؟ معقوله؟ ايه الاستاذ ادالك اذن تكلميني من موبايله مره واحده؟ ايه يا فنان حضرتك قلقانه من ايه؟ يوسف مال؟ لا ما شفتش التلفزيون وما حدش قال الخبر. طيب طيب عرفيني اسم المستشفى وان شاء الله هكون موجود قبل العصر. حاضر. مع السلامه. مع السلامه. استغفر الله العظيم يا رب. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا حاج. اهلا. موجود. ثانيه واحده حاج. حياه. هو ابراهيم فين؟ هقوم اشوف. ابراهيم تليفون. مين؟ والدك. شايف من عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع يا ابراهيم، أنا مش هعطلك عن شغلك، لكن أنا عايزك ضروري يعني تخرج من الشركة على هنا، ومن فضلك تيجي لوحدك. أيوه لوحدك. الكلام اللي هيتقال بينا ما ينفعش يبقى فيه طرف تالت. يلا مع السلامة. مش تفهمني وتقول لي في إيه بالظبط؟ هقول لك ايه وعيد لك ايه، نلحق اللي نقدر نلحقه الاول وبعدين نبقى نقول ونعيد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يصح يعني يقول لمراته انك عايزه لوحده؟ تنفض البنت عايزه تيجي تشوفك وتطمن عليك وتقول لك حمد لله على سلامتك. مش لازمان يا ستي اسمعها. حمد لله على سلامتك وحمد لله على ايامتك. الموضوع عايز مواجهه مش تحسس على الكلام. دي مش 10 يوم ولا 2 يا ابراهيم، دي 10 كتير كتير قوي. خليني افهمك بس من نظرة عينيك. قصدك ايه يا حياة؟ قصدي ان انت في حاجة مخبيها يا ابراهيم، حاجة مخبيها بالامر غصب عنك. مخبيها بالامر؟ ايوه يا ابراهيم. الاستدعاء اللي جالك فوق من باباك كان واضح وصريح، وواضح كمان ان هو مش عايزني معاك. انت اللي فاهمة غلط. انا شايف انك تعبانة ولازم تروحي على البيت تستريحي شوية. على البيت؟ طمن يا ابراهيم، انا مش هخليك تكسر كلام باباك. هقول لك اجي معاك بالعافيه لان انا كرامتي اصلا ما تسمحليش ان انا اعمل كده. بس انا مش هروح على البيت لاني لازم اروح اشوف اختي وخطيبها اللي مرميين بين الحياه والموت في المستشفى. عن اذنك انا بيتهيألي ان سكتنا ما بقتش واحده. الو. ايوه يا مستر باتريك. طمني. يا رب تكونوا وصلتوا الحل. ايه بتقول؟ ايه اضطريتوا تسافروا روما؟ ايوه انا فاهم طبعا ان مشوار روما مهم جدا ليكوا وللمؤسسه، بس اللي بيحصل في مصر خطير برضو وما يتسكتش عليه. وانت عارفني سنيور باتريك، مش من عادتي ان اسيب دين لاي حاجه. بتكلمني عشان كده؟ عشان الاقي الحل بنفسي؟ ماشي. لا هتصرف خلاص.
اوكي هنفضل على اتصال. تشاو. تصرف انت، تصرف انت. الاصول اني انا اللي ابقى رئيس مجلس اداره الكيان ده كله. انا مش عارف من غيري كان ممكن يعملوا ايه. ودلوقتي نعمل ايه معاك يا ست فرح؟ نعمل ايه يا مولاتي؟ نعمل ايه؟ تعمل ايه يا طارق يا نعماني؟ غلط، تركيبة كلها بقت غلط. قصدك تركيبة مروان نعيم؟ وقابليه طارق النعماني. سنيور باتريك، طارق النعماني شو مشكلته؟ كل واحد فيهم غلط بشكل، والمسألة حبيبي مسألة وقت. سنيور باتريك، انت شو قصدك؟ قصدي خلاص، احنا خدنا منهم كل اللي احنا عايزينه. دلوقتي بعد ما اتمموا المطلوب منهم يبقوا خلاص رموز قديمة. لازم تتغير حبيبتي علشان التجربة تمشي. سوري سينيور باتريك، انا ماني معك ابدا. صحيح مروان نعيم غلط غلطة كبيرة، لكن طارق النعماني ما عمل شيء. ما قلتلك الربع غلطة بتفرق يا جوليا. بمجرد ما تحصلي على الأسرار الخاصة ببيروت اسحبيهن على هنا. احنا هنخلص منه لأنه مرحلة وعدت. ما تخافيش حبيبتي، ما تخافيش، هقدم لك بداله كارت جديد. اللي انت عملتيه ده هو الصح يا فرح. يا ريت كل الناس يبقى عندهم نفس المواجهة، يقدروا يواجهوا نفسهم ويواجهوا غيرهم. ما كانش ده بقى حالنا. ايوه يا محمد، بس انت ما تعرفش ايه هي الاسرار اللي انا قلت عنها. ايا كانت ومهما كانت خطورتها، مش احسن من يبقى كاتمين جوه قلبنا؟ المواجهه دي يا فرح نوع من التنفيذ، نوع كده من الارتياح. عندك حق. مدام فرح، استاذ يوسف فاق وبقى بيتكلم كويس جدا. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا حبيب قلبي. الله يسلمك يا حبيبتي. ده انا قلبي اتخلع لما رجعت نمت تاني، ده انا كنت ما صدقت انك فوت واتكلمت. الاستاذ بيرمي بلمت اختبار بيشوفنا هنقلع عليه ازاي وهنتشحتف عليه قد ايه. والله وحشني يا اسامة. لا والله وحشني يا اسامة؟ مفيش والله وحشاني يا فرح، يا اللي قاعدة تعد الدقايق والثواني وتصلي عشان افوق. اوبا، ده انت لبست مخالفة جامدة يا معلم. بقول لك ايه، اتركي ان انا صف تاني واسيبك تاخدي حقك بدراعك؟ ها، اخد حقي بدراعي؟ اهون عليكي؟ ما تهونش عليا الا انت بالذات، ما تهونش عليا ابدا. ده انا كده بقيت عجوز كبير، عجوز كبير قوي. بقول لك ايه، طمني انت على نفسياتك واديني السكه عشان هازوق. ها، نتابع اللي بيحصل يا اسامه. في ايه بالظبط؟ اخبار اللي حصل ايه؟ رامي يعني تحقيق واخد مجراه. الوقت كده بيضيع يا محمد، لازم ما كانش ضاع فعلا. غلطته يا يوسف برضه. مش غلطته لوحده يا اسامه، ما ينفعش نعفي نفسنا من المسؤوليه. ايا كانت المسؤوليه يا يوسف، ما ينفعش توصل لحد القتل. ده كان عايز يقتل الاثنين في نفس الوقت. انا حاسه باللي جوه يوسف يا محمد. ده مهما كان اخوه اللي مش فاهم، اللي ناقص وعي. بالظبط يا فرح، اخوه اللي مش فاهم وناقص وعي. تلمستك انا خلاص بقيت حافظاك. بس اطمن، لو على المحامين انا ممكن اجيب له 10 محامين من احسن محامين في مصر. لا، كفايه واحد بس يكون ثقه ويكون بيعرف يتعامل مع القضيه كويس.